والآن مشاهدينا الكرام نتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في التاسعة مع دينا الشرف. إليك دينا. شكرا لك أميرة، شكرا لك نهى، والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو الماضي سجلت أرقاماً قياسية جديدة محققة أعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة وأعلى حمولة صافية شهرية وقدرها 125.1 مليون طن، مما انعكس على زيادة عائدات القناة لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 704 مليون دولار. وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو شهدت عبور 2103 سفن من الاتجاهين مقابل عبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 433 سفينة وبنسبة زيادة قدرها 25.9%. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً بعنوان قطاع الطاقة يستعد لتغييرات جذرية تزامناً مع تغير المناخ السياسي والتحالفات الدولية. وسلط التقرير الضوء على توقعات المؤسسات الدولية بأن يواجه العالم خطر حدوث أزمة طاقة، كما يستعرض التقرير توقعات العالمية بعودة الطاقة النووية إلى المشهد العالمي في ظل احتدام الأزمة الحالية. وأشار التقرير إلى نقص الاستثمار في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، حيث بلغ الاستثمار في قطاع النفط والغاز 341 مليار دولار فقط في عام 2021، أي أقل بنسبة 23% من مستوى ما قبل كورونا البالغ 525 مليار دولار، وأقل بكثير من الذروة الأخيرة في عام 2014 البالغة 700 مليار دولار. وفقاً لمؤسسة الطاقة الدولية. عقدت اللجنة المصرية اليابانية اجتماعها الثاني بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بهدف الترويج للاستثمار. وخلال الاجتماع أكد رئيس هيئة الاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب أن الهيئة تكثف جهودها لجذب الاستثمارات اليابانية، وذلك لما لها من قيمة مضافة وفوائد تنموية للاقتصاد المصري. وأشار عبد الوهاب إلى أن الهيئة نجحت في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين الجدد إلى مصر، كما نجحت في تشجيع الشركات اليابانية العاملة في مصر بالتوسع في السوق المصرية. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير سياسات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات الجلسة على ارتفاع جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635 مليار و750 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند 9423 نقطة مرتفعا بنسبة 2%، ليصل إلى مستوى 9442 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان عند 1837 نقطة مرتفعا بنسبة 83%، ليغلق عند مستوى 1852 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان عند 2699 نقطة مرتفعا بنسبة 97%، ليغلق عند مستوى 2725 نقطة. تتوقع أوبك بلس أن تقل الإمدادات قليلا بسوق النفط هذا العام عما كان متوقعا في السابق، وذلك قبل يوم من اجتماع من المقرر أن تتخذ فيه المجموعة المنتجة للنفط قرارات بشأن سياستها الإنتاجية للشهر المقبل. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر من وفود أوبك بلس قولهم
إن البيانات الجديدة أظهرت أن اللجنة الفنية المشتركة التابعة للمجموعة التي اجتمعت اليوم خفضت توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى 800 ألف برميل يومياً. هذا وتجتمع اللجنة الفنية قبل اجتماع وزاري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا المعروفة بأوبك بلس، وذلك غدا الأربعاء. ختام أخبار اقتصاد.